شخصية كده عارفين كده، عارفين المسكين ومش عارف ايه، لا 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 لا، عايز بيعمل تريقة او احراج او يعيب عليك في امر كل صغيرة وكبيرة، ومسك عليك الصغيرة والكبيرة حاجة كده، ويضحك العيلة عليك في النوعية دي. تبص تلاقي ولاد الخالة جايين ولاد العم يضحكوا على بنت معينة من العيلة. النوع ده تتعامل معاه بالطريقة اللي اقولها لك دي. ركزوا معايا بقى، ورقة وقلم عشان خاطري. اولا تبين له انك انزعجت من اللي انت عملته من خلال تعبيرك. ايه ده بس كده، بادي كده يعني، حاجه بسيطه كده. ما تتكلمش، اتعمد في الاساس على تعبيرات الوجه بس والجسد. ايه ده، او مستنكر الامر. خلي ظهرك، ارجع لورا سنه، خلي ظهرك مستقيم ومفرود، وصدرك كده مفرود لقدام، خارج في وضعيه الايه، القوي المسيطر زي ما انا عامله كده. جعلنا يا رب الضعفاء عندك، قول امين. خلي الكتف بمستوى العنق بالشكل ده، ما تخليش ظهرك مقوس كده، غلط. وخلي جسمك مفرود وكتفينك بالمستوى ده، بوضعيه مستقيمه. اوحيله بايه؟ انا شجاع وقوي، بس بحركه وبين امتعاض، وما تتكلمش. ده نقطه. بعد كده اعمل ايه؟ بص، فاكرين اداه الاي كونتاكت؟ بص في عينه مباشره، بص في عينه. هحكي لكم قصه تضحك على الموضوع ده. من دون تعبيرات الوش، بص في عينه بشكل مباشر بدون تعبيرات الوش، بس عبر فيها عن غضبك او حزنك ولا الكلام ده. خلي وشك خالي من التعبيرات تماما. شفتوا الاسمنت كده؟ وبصص في عينه، وايه بتبص له من 10 ل 15 سنه. انا عايزه اقول لكم مش هيستحمل، هينزل عينه. طبعا الشخص بيشوف ان انت بتقوم بالحركه دي، هيعرف ويدرك تمام ان انت انزعجت، انت ما اتكلمتش، انت عملت ايحاءات جسديه فقط. ويعرف ان هو عمل اهانه، واللي هو وجهها لك ديت هو فهمها، هو بيوقفك عن كده. رد فعله بعدها هيسكت وبعدين يغير الموضوع. احكي لكم الموقف المضحك. شاب كان ساعتها في اولى اعدادي، دلوقتي في جامعه، ساعتها في اولى اعدادي. وبعدين الولد ركب، وركبنا من 45 الدولي لمكان نازل على ميامي على البحر. فالطريق ده نازل كله كده تمام، والولد راكب قدام وقاعد على قريب ليا كهربا درجه تانية، وقاعد على رجلي والسواق ناحيتي. فالسواق مش عارفه بيقول له ايه كده. والله انا ما انساش، فضل باصص له كده 5 دقايق، والسواق طبعا عايز يسوق ومش عايز يبص في عينه، ما التاني فاهم. طلعت لغه والشباب فاهمينها. ما تكسرش عينك ولا تنزلها. فلما بقول لك بقى، ولو انت بقى بنوته بتعمل الكلام ده، مش هيستحملوا البنات بتكسي على طول. ماشي، خليها في الوسوسه والقمقمه بتاعتها دي 5 ثواني ل10 ثواني، لو الشباب يبقى من 10 ل 15. ترجع لورا، يمدي بتاع، تسكت خالص، وشك معلوش اي امر في البدايه كده، وبعدين تبص في عينه، ما تنزلش عينك. هو عارف ايه؟ بس في حد ده لو الاساءه نوع ينفع ان انا اعديه، بس مش شرط، لانها حاجه ممكن تكون بسيطه شويه، بس برضه احط لها حد. النوع الثالث اللي بيقوم باحراجك والاساءه ليك، بيكون معظمهم بقى كده من النوع الثالث اللي بقول لكم عليه ده. بيبقى عاوز يعوض نقص عنده، فيقوم ايه باستفزازك قدام الناس عشان ايه يعوض النقص ده اللي هو بيشعر بيه في نفسه اصلا، ويحاول يستمد بعض القوه من السخريه اللي يسخرها منك، زي انه يصرف انتباه الاخرين من عنك لعنه، او على النقص اللي جواه ذات نفسه اللي هو بيشعر بيه، ويخلي الجميع كلهم يشعروا بالنقص. لا احنا مش عايزينك، ده احنا نوجههم ليك. معظم الناس بتبقى كده. نتعامل معاهم ازاي؟ قول له سؤال بسيط جدا ووجهه قدام الناس، ان هو يجاوب على قدام الاخرين اللي هو عايز يحرجك قدامه او اساء اليك قدامه. ايه هو السؤال؟ هو انت بتقصد اهانتي؟ مباشر وصريح. هو انت بتقصد اهانتي؟ افهم من سؤالك اللي انت بتقوله ده انك انت تقصد انك تسخر مني او تهني. وانت بتسال السؤال ده شاور عليه وايدك مفتوحه، يعني لما اجي اعمل كده غلط، انت بتعمل كده لا. هو انت بتسال، انت بتحاول تهني، وكأنك بتقول شيء صريح وواضح واتشيك مفتوح للناس كلها. هو انت بتقصد اهانتي؟ واستنى منه، انت بتحاول انك تحرجني مثلا باللي انت بتقوله؟ لانه زي شادد السلخ عليك. لازم تبقى عندك شجاعه وانت بتقول الكلام ده،
لوح من ملامح الغضب، وانا بقول ما تخليش الغضب يبان قوي لانهم بيفرحوا بالكلام ده، الشخصيه النرجسيه او الانا او الايجو عندها عالي بيبقى لا عايزين يشوفوا كده. في نفس الوقت بقى، هو انت بتقصد اهانتي؟ هو انت تقصد احراجي؟ يعني انا عايز اجابه. لو انت عايزنا هنا كان ممكن اعمل كده، بعرف ارد، لكن انا عمري ما هنزل المستوى ده وعمري ما هقول الكلام ده، وخصوصا البنات تلتزم الجمله بالاسطمبه اللي انا بقولها دي. بالله عليكم اكتبوا الكلام ده او احفظوه ورايا. ليه؟ تخلي اللي قدامك ما يتعداش، اللي جايه في عيله ولا عيله جوزها واللي جايه مش عارفه تتنطط عليها واللي جايه تبقى دكتوره وطبيبه وشغاله، انت يا بنتي يا اللي جايه وتنادي عشان تقلل من مرات من مرات ابنها مثلا، ولا تقلل من زوجة اخوها، ولا السلفه تعمل في سلفتها. لا وقفي، ايه ده؟ هو انت بتقصدي اهانتي؟ يعني انت عايزه تحرجيني؟ انا ما بسمعش، ممكن ارد على فكره واقول بس انا مش هنزل المستوى ده. استنبه، شفتوا الاستنباط قوالب. لحظه من فضلك، انت عارفه انت بتقولي ايه؟ وانت عارف انت بتهزر معايا ازاي؟ اكيد بتهزر، استحاله يكون كلامك ده بجد على فكره. ايه ده؟ انا عمري ما اقبل الاسلوب ده في التعامل. شكرا شكرا. بس النوع الرابع اللي بيتعمد احراجك، بيحقد عليك وكرهك لشخصك بقى، انت تعامل معاهم اصلا؟ دول تتعامل معاهم ولا كانهم موجودين؟ هوا هوا، ولا كانهم موجودين. لما تيجي توجه لهم اسئله، انت بتحاول تحرجني او انت تقصد شيء ليا وكده، لا 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 لا، ولا انت بتتكلم بجد ولا بتص، لا 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 خالص، ده جهله، دي علاقه سامه، دي شخصيه عايزه اصلا تاذيك ومتعمد يأذيك او بيسجل لك او بيعمل لك، ده كرهك وكاره كل حاجه تمسك، ولا يمكن يسمع منك كلمه او توقف عند حد هو مستمر اصلا. علاقه بتسمم بدنك وقلبك. بس خلي بالكم خلي بالكم، يجي مثلا ايه، طبعا تتوقفهم عند حدهم وتتجاهل، بس خلي بالكم ساعات بتبقى العلاقه دي ناس قريبه جدا، دايره قريبه، قربة درجه اولى قربة درجه تانية، هنعمل ايه؟ هنتجاهل؟ هنسكت ولا كاننا، مضحكه بسيطه وبص وارجع الدائر تاني. بس ده التجاهل. لو قربة درجة أولى تقول لك جد يا خال عم أب أم أخ أخت حما مرات أخت زوجي، قربات عمة العيال كارثة، هتعملوا إيه؟